السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع، أهلا وسهلا بكم في عرض خطة تدريبية حول أخلاقيات المهنة في تخصص علوم التعصب. عنوان المحاضرة راح يكون الأخلاق والأخلاقيات المهنية التعصبية، معكم مدرب الدورة دكتور زينب علي خالد. الفقرات اللي راح نتناولها خلال المحاضرة هي أهداف الدورة غير المستهدفة، المحاور الأساسية اللي راح يتم تناولها داخل المحاضرة، والتوقيتات لكل محور، الأدوات التعليمية والأنشطة اللي راح يتم استخدامها خلال الدورة. طبعا في البدء راح يتم التركيز وتحديد أهداف الدورة وما هي المهارات والمفاهيم المطلوب تزويدها للطالب وتثقيفهم بها. أيضا راح يتم التركيز على فهم الأخلاقيات المهنية وأهمية الأخلاقيات المهنية وكيفية اتباعها وتطبيقها في مجال علوم الحاسوب. بالنسبة للدورة حتكون حضورية ولمدة ساعة، والفئة المستهدفة هم متخصصي علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. الدورة تتكون من 6 محاور أساسية. المحور الأول هو راح يكون تعريفي، راح ينطي مقدمة عن أخلاقيات المهنة وأهميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتركيز على كيفية ترسيخ المبادئ التعليمية لطلبة الحاسبات وتهيئتهم لسوق العمل. طبعا هذا المحور راح يكون مدته 15 دقيقة. من خلال هذا المحور راح نركز على النقاط الأساسية اللي هي مقدمة في أخلاقيات المهنة، ما هو مفهوم الأخلاقيات المهنية ومدى أهمية الالتزام بتلك الأخلاقيات، كيف ممكن تساعد تلك المفاهيم في توجيه التصرفات المهنية نحو السلوك الصحيح والقوي. المحور الثاني راح يتم التركيز من خلال هذا المحور على أهم القضايا الأخلاقية في مجتمعنا واللي تخص الحاسوب، مثل الابتزاز الإلكتروني، تهكير المعلومات، السرقة المالية الإلكترونية وغيرها من اللي شهدها مجتمعنا بالآونة الأخيرة. ثم راح يتم مناقشة سبل تفادي تلك القضايا من خلال تطوير البرمجيات وتأثيرها على المجتمع. طبعاً راح يتم أيضاً شرح بعض المواقف اللا أخلاقية والأخلاقية المعقدة وكيفية حل تلك القضايا اللا أخلاقية باستخدام المهارات والقرار الدقيق والصائب. بعدها راح يتم عرض القيم المهنية والأخلاقية ودورها وتأثيرها في بيئة العمل، من خلال طرح بعض القضايا. هذه القضايا راح تتناول مثلا الإجرام الإلكتروني، ما المقصود بالإجرام الإلكتروني؟ ما الفرق بين الإجرام الإلكتروني والإجرام التقليدي؟ ما أوجه التشابه وما أوجه الاختلاف بيناتهم؟ أيضا ما معنى الجريمة الحاسوبية والجريمة المعلوماتية؟ من الأعم منعتهم؟ من الأخص؟ شنو الدوافع والأسباب لتلك الجرائم؟ ما هي الحلول اللي ممكن إنه واحد يتفادى بها تلك الجرائم قدر الإمكان؟ طبعاً بعدها راح ناخذ مجموعة من الأمثلة التخصصية اللي راح تكون تخص تخصص الحاسبات، مثل الأمن السيبراني، القرصنة وغيرها، واللي شهدها مجتمعنا في الآونة الأخيرة. بعدها راح نعطي نشاط لمدة 5 دقائق. راح أسأل المشاركين بإعطاء مثال منافي للأخلاقيات المهنية الحاسوبية وشرح المثال ببعض التفاصيل من وجهة نظرهم، إذا كان أخلاق أو لا أخلاق وليش لا أخلاق. بعدها راح نتناول كيفية سبل الوقاية من ضمن الأخلاقيات المهنية للقضايا الغير قانونية، مثلا أنا شلون أزيد الحماية حتى أتخلص من الابتزاز، مثلا زيادة تطوير برامجيات لحماية البيانات والخصوصية، ممكن تحسين الأتمتة والتنبؤ، ممكن تحسين أو تطوير أساليب العمل، أيضا ممكن التركيز على الطاقة المستدامة، تقليل الآثار البيئية والصحية، أيضا تطوير الأساليب بالتعليم الإلكتروني والمدمج. بعدها راح يكون عندنا نشاط لمدة 5 دقائق. النشاط هو ما الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الحاسوبية؟
مع توضيح بعض النقاط المطلوبة من العلم داخل النشاط. المحور الثالث يركز على كيفية ترسيخ المبادئ الأخلاقية والمهنية وتطويرها لدى الجيل الناعم من الطلاب، وتوضيح ضرورة تضمين المفاهيم الأخلاقية ضمن مناهجنا الدراسية والتركيز عليها، وبيان سلبيات وإيجابيات الالتزام وعدم الالتزام بالأخلاقيات، وما هي التأثير السلبي على المجتمع إذا لم يتم الالتزام. أما المحور الرابع، يتم تقديم مجموعة من الأنشطة العملية للطلبة، بعضها أنشطة جماعية تساعد على زيادة الوعي بالقيم والمفاهيم الأخلاقية، وأيضا تساعد على إنضاج الفكر الأخلاقي المهني لبناء مجتمع صحي. النشاط الثالث أيضا راح يكون من 5 دقائق، وهو يكون حول القرصنة الإلكترونية. هل القرصنة قانونية أو غير قانونية؟ متى تكون قانونية ومتى تكون غير قانونية؟ متى تكون ضمن الأخلاق منافية للأخلاقيات ومتى تكون من ضمن الأخلاقيات منافية للأخلاق؟ فممكن أنه حسب رؤية المشارك ينطي وجهة نظره بالنسبة للقرصنة وبعض الأمثلة اللي يحب ينطيها. المحور الخامس يوضح بعض الوسائل المهنية والأخلاقية الإيجابية والسلبية، وكيف تعزيز الحالات الإيجابية ونبذ السلبية منها، وطرح بعض الأفكار العلمية مثل الابتزاز الإلكتروني، بعض الأفكار العملية مثل الابتزاز الإلكتروني مثل التهكير للمعلومات وغيرها من الحالات السلبية وغير والإيجابية على المجتمع، وأخذ آراء المشاركين حول تلك الحالات. المحور السادس هو راح يكون محور تقييم واختتام، من خلال التركيز على أهم النقاط التي تم شرحها خلال المحاضرة. أيضا راح يكون عندي تقديم للدورة من خلال استبانة باستخدام إحدى الأدوات اللي هي الورك لاب حول مفردات الدورة، حول محاور الدورة والأنشطة اللي تم استخدامها. أيضا راح يكون هنالك استبانة حول مدرب الدورة، طبعا هذه راح تؤخذ بنظر الاعتبار لتحسين المحاضرة مستقبلا. طبعا العديد من الأدوات اللي راح استخدمها داخل المحاضرة، منعتها الباوربوينت، راح استخدم أيضا فيديو قصير يعرض حالة معينة، واستخدم معها الإدبازل داخل الإدبازل عفوا، ينطي سؤال وراح يجاوب بعد مشاهدة الفيديو رأيه بالفيديو. أيضا راح استخدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية فردية وجماعية، مثل راح استخدم البادلت، السلايدو، الوكلاب وغيرها من الأدوات. أيضا راح أركز على المناقشات، لأن المناقشات راح تنطي فيدباك بالنسبة للحضور وأيضا بالنسبة للمحاضر. راح يكون تقييم الدورة مثل ما ذكرت من خلال استبانة. أيضا راح يتم تقييم المتدربين من خلال الأنشطة اللي راح تعطى لهم، ومن خلال الأسئلة والمناقشة داخل المحاضرة، وراح يتم تزويتهم بالتغذية الراجعة. هذه نهاية المحاضرة، شاكرين استماعكم لنا.